كيف على راديو ميد حتى ال 11 امتاع الصباح، توا وقيت اللاوقاية وقيت نرد بالنا في استعمال الطريق. تو نعرفوا توا نصيحة جديدة إن شاء الله في طريق السلامة. طريق السلامة، طريق السلامة، طريق السلامة مع أشرف اليحيوي كالعادة خبير وباحث بالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. صباح النور أشرف. عفيفة، وصباح الخير لكل المستمعين الأوفياء. صباح النشاط والحيوية وصباح فرحة العيد يا أشرف. نعم، نتمنى وإن شاء الله عيد مبروك لكل التوانسة إن شاء الله، ونتمنى لهم زاد طريق آمن وسالم وإن شاء الله يرجعوا سالمين غانمين لأهلهم. دونك نصيحة اليوم كالعادة أشرف نذكره إن شاء الله، كل يوم عنا موضوع نحكيه عليه في النصائح تخص وفي علاقة بمستعملي الطريق بمختلف أنواعهم. اليوم اخترتنا باش نحكيه على المترجلين، ونذكره أنه إن شاء الله بجينا معنى الأيامات اللي أيامات عيد، أو إن شاء الله نحكيه على برشا مواضيع متعلقة بأيامات العيد والسفر والتنقل بين الجهات. ويا أشرف خلينا نبدأ بنصيحة اليوم. شكرا أختي عفيفة. كما تعرفوا ويعرفوا السادة المستمعين اللي ولامس بدينا بالسواق، سواق السيارات بصفة عامة، والبارح حكينا على سواق الدراجات النارية، اليوم مش نحكي على مستعمل من مستعملي الطريق اللي هو ما هوش قاعدين يحكيوا عليه برشا بالضبط. للأسف هو قاعد معنا يلعب في دور كبير في حوادث المرور اللي قاعدة صايرة على طرقاتنا. هنا نحب نبدأ في البداية بسؤال مهم جدا، نرجعوا اللي عنا مجال الطرقات ونسألوا هل أن مجال الطرقات وضعت خصيصا معناها لسير العربات البرية ذات محرك السيارات والدراجات النارية بمختلف أصنافها، أم أنها فرضت على المترجل زادة واجبات وحقوق عند استعماله للطريق العام؟ الإجابة حتما مؤكدة بالتأكيد وليس بالنفي. المجلة تجهت للمترجل كما تجهت للسائق نفس، رغم اللي طوط متاع المجلة أفردت السائق بالخطاب، كأن يتوجه في خطابها كان للسائق الدراجات ودون المترجل، قالت حتى يكون السائق مدركا لحقوقه وواجباته عند استعماله للطريق العام مهما كان صنف الوسيلة التي يستعملها. وحتى المجلة كي نرجعوا حتى المجلة الطرقات نلقاو فصولها مشات إلى قواعد مرور خاصة بالسواق، وهذا هنا مشكل كبير بحق، كأنه لم تولي الاهتمام الكامل للمترجل، العناية الكاملة للمترجل اللي يمثل اليوم أحد أهم الأسباب الرئيسية لحوادث المرور اللي أدت إلى عديد القتلى في صفوف المترجلين. المشكل وين اليوم أختي عفيفة؟ المشكل كون المترجل لا يعي ولا يعرف أنه يخضع لمجلة الطرقات والقواعدها الزجرية اللي تفرض عليه ضوابط في الطريق من واجبه احترامها والعمل بها، وإلا فإنه سيكون عرضة معناها العقوبات وللزجرة المضبوطين في مجلة الطرقات مثله مثل السائق. دايوغ هنا باش نقاطعك بكل خير، فوالا باش نعطي أمثلة معناها ساعات واحد دايوغ اللي يطلع معك في الكرهبة يقول لك ما نعرف قيمة أن نكون مترجل، والأخطاء اللي كان كي نطلع للكرهبة تشوف أنه ساعات أنه هو بنفسه يطالب بحاجات هو مش قاعد يطبق في 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 يطالب بحقوقه، لكن هو مش قاعد يطبق جوستومون في القانون، يمشي لك وسط الكياس باغ اكزومبل. هذاك وي اي نعم، هذاك علاش اختي عفيفه حتى كي نتلو الاحصائيات الرسميه اللي تنشر فيها المرصد الوطني لسلامه المرور نلقاو المترجل اليوم يحتل المرتبه الثانيه، اليوم يحتل المرتبه الثانيه بنسبه 38.22 في انه متسبب في الحوادث، ونلقاو يحتل كذلك 27.17 من عدد القتلى، تصوروا 27 رقم بالمئة من القتلى هما من المترجلين. هذاك علاش المترجل اليوم يتحمل جزء كبير في الفوضى المرورية وفي تزايد عدد حوادث المرور وما ينجر عليها من أضرار بدنية ومادية، وهذا بالطبيعة يرجع إلى لا مبالاته في الطريق واعتبار نفسه خارج على دائرة القانون، كما أنه معناها لا يتورع لوهنة انه يتسبب له ولغيره في حوادث مرورية. والسلوك نتاع المترجل اليوم
الإشكال أنه لا يعترف إشارات المرور المخصصة ليه وما يهمش في الإشارات الضوئية ولا يهاب شيء شق الطريق. التونسي اليوم ما يخافش، تصوروا التوانسة اليوم مترجلين يقطعوا في طريق السيارة في الطرقات السيارة. باش نقولها لك معناها اللي هي للأسف معناها بالحق راهو تشوفها يقصك في أوتوروت راهو معناها هذه ما تراها في حتى بقعة معناها برشا قتلت من جراء ذا شق طرقات السيارة. والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات أختي عفيفة قمنا بالدراسة قلنا القيمة والقيمة جدا وتحدثنا على سلوك وتمثلات المترجلين ولقينا مثلا للمترجلين اللي سنهم أقل من 25 سنة يجيبوا معناها يديما يتجهوا النزعة متاعهم غير آمنة عكس المترجلين اللي أعمارهم تتجاوز 50 سنة. لقينا كذلك من الخطر الأكبر والداهم على سلامة المترجلين يكمن في عدم احترام بقية مستعملي الطريق، سواق معناها السيارات والدراجات النارية ما يحترموش المترجل، عندهم نظرة دونية للمترجلين، وكذلك زاد في عدم انتباه المترجلين أنفسهم، حتى المترجل ماهوش قاعد يحترم في 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 شخصه في كرامته ويقطع ما يهموش لا ينظر لا يمنة ولا يسرى. المسؤوليه وين؟ الاشكال وين معناها؟ الاشكال أشرف. وين؟ الاشكال كونه المعالجه كونه المترجل ما يشوفش في نفسه له صفه مستعمل طريق واللي يخضع للقانون راهو يخضع للقانون. التوانسه اليوم نلاحظوا في نفس الدراسه لقينا اللي 66% يقول لك إيه نستعمل الهاتف الجوال وأنا نبدأ أترجل معناها في الطريق ديجا. وزاد 61% يقول لك إيه نستعمل صفحات التواصل الاجتماعي في الطريق ويمشي. أي هذه الإشكالات الكبيرة هذاك علاش يرجع أنا أشرف نقول هذا تصرفات هذه تصرفات لا مسؤولة ولا واعية الحقيقة بعواقبها بنتائجها. هاو نسمعوا في النتائج، احنا سمعناهم ارقام توا النتائج معناها اذا كان المترجل نعم يتسبب في الارقام هذه وخيمة جدا وخيمة برشا. نذكروا ديما نذكروا ديما ايوه علاش نصايح راهو نذكروا ديما وننصحوا معناها كل مترجلينا راهو احنا نذكروا لانه هذايا كله نصوص قانونيه معناها للاسف بقيت مهجوره وهذاك علاش لابد من انفاذ القانون والردع، لابد من الزجر والردع لعلهم يتعظون. معناها احنا قلنا المترجل شنو عليه؟ المترجل اقل التزامات وواجبات هي محموله على المترجل على بقيه مستعملي الطريق انهم يسيروا في الاماكن المخصصه لهم كيما الرصيف والحاشيه الترابيه والفضاءات المهيئه للغرض. قولي الارصفه اليوم نقول لك صحيح الارصفه اليوم محتله من المطاعم والمحلات. هذا هو، لكن احنا نقولوا ديما الانسان يلزم ينأى بنفسه على مخاطر الطريق واتيان معناها سلوكات غير امنه، لان نجم يمشي على الرصيف، ينجم يشوف المكان الامن اللي نجم يترجل فيه، فهمتني ولا لا؟ وما يسيروش زاد على المعبد، وهذايا بالحق ظاهره في تونس معناها تلقاه الدراجه الهوائيه والدراجه الناريه والسياره والمترجل يسيروا على المعبد على الطريق معناها للاسف. ما يحترمش في كل واحد هذاك علاش لابد من انفاذ القانون. ندعو المترجل كي يحب يشق الطريق لابد انه يتاكد من خلو الطريق وينظر يمنة ويسرى لانه الخطر ينجم يكون داهم في اي لحظه كما قلت اختي الفاضله البارح راهي هي معناها لحظه هي عشر لحظه ساعات عشر ثانيه ساعات معناها تؤدي ب ما لا يحمد عقباه. يعطيك الصحة يا أشرف. أيوة. لابد أن نحترمه كذلك الإشارة نحترمه الإشارة ونحترمه زاد عون المكلف بذلك وبالإشارات الضوئية لأنه للأسف اللي ما يعرفوهش كونه راه ثم زاد مخالفات وخطايا مرورية نجم تحمل. نعم ثم مخالفات بثلاثة دينارات وستة دينارات وعشرة دينارات للمترجلين وهدايا احنا ننصحوا معناها كل المترجلين انهم يتمسكوا معناها بالمسلك المخصص لهم انهم يسايسروا واحد عند شق الطريق انهم يحترموا الاشارات الضوئيه ويحترموا اعوان الامن كي يسيروا حركه المرور وان شاء الله معناها تكون نصيحتنا عامه للناس الكل يسايسروا واحد لكل المترجلين وان شاء الله
ربي يلطف بالناس الكل ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ميرسي يا اشرف، يعطيك الصحه. نتقابلوا غدوه في نفس النقطه ان شاء الله مع نصايح جدد. وساعات حاجات رانا ديما نقولهم نعرفوهم، تلقانا نعرفوهم لكن ننساوهم ساعات، نسهاو ما يسهلش نذكروا، ما فيها باس. هذه هذا دور الفقرات اللي كيما هكا، الاعلام اللي يوصل المعلومه ولا يذكر بالمعلومه. كان معنا اشرف اليحيوي، باحث وخبير بالجمعيه التونسيه للوقايه.